السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى مختاراتنا من الصحافة لهذا اليوم. نبدأها من موقع سكاي نيوز عربية الذي نشر مقالا للكاتب عرار الشرع بعنوان زين جاء فيه: حمل قصي كتاب الجغرافيا وتوجه لأبيه وهو يكاد يبكي، فهو لا يستطيع حفظ الدرس. شكى لأبيه من ذلك. لم يدري الأب كيف يعلمه، فهو نفسه لم تسعفه ظروف إلا للوصول إلى الصف الخامس. حينها ذاق مرارة اليتم وضيق الحال الذين دفعاه خارج أسوار المدرسة ليساهم مع أمه في إطعام إخوته السبعة. حاول أبو قصي أن يستخدم ذكاءه الفطري، فقال لابنه: فلنحول الدرس للعبة زي. هز الصبي كتفيه وقال: لم لا، لكن كيف؟ أجاب الأب: لو سألتك ماذا تشبه كرة التنس ستجيب زي الليمونة. فتح قصي كتابه وقال: الأرض كروية. ابتسم الأب وقال: زي الفوتبول تتقاذفه الأرجل، ولو لم تكن الأرض كروية لما تمكن الأقوياء من تقاذفها وتمريرها لبعضهم البعض. قال قصي: تدور الأرض حول نفسها. فأجاب الأب: زي الفئير الذي تجعله لقمة العيش يدور حول نفسه. أردف قصي: وتدور حول الشمس. فقال أبو قصي: زي الفراشة تطير حول المصباح ولا تدرك أنه بعد لحظات سيحرقها بلهيبه. تعجب قصي من الجواب الأخير وقال لأبيه: هل سيحرق لهب الشمس الأرض؟ تنهد الأب وكأنه يريد أن يخرج ما بصدره دفعة واحدة وقال: لهيب الشمس في السماء أرحم من لهيب أهل الأرض في الأرض. لهيب الحرب ولهيب الحقد، لهيب الطائفية ولهيب الإقليمية، لهيب الجوع ولهيب القمع. اذهب يا بني ولا تتذكر من كلماتي إلا أن الأرض لن تتوقف عن الدوران ونحن لن نتوقف عن اللهاب. ننتقل الآن إلى صحيفة ستار التركية التي نشرت مقالا للكاتبة بريل دادا أغلو بعنوان سوريا ما بعد جنيف 2 والقرار 2139. جاء فيه: يبدو أن المفاوضات بين طرفي الصراع في سوريا انتهت إلى فشل ذريع، فلا حكومة مؤقتة ولا وقف لإطلاق النار ولا أي شيء مما دار في كواليس جولتي المحادثات اللتين جرتا في مؤتمر جنيف 2. فكل النقاط التي تم بحثها هي نقاط هامشية لم يتم الاتفاق عليها. ومن الواضح أن سؤال مستقبل سوريا وطبيعة نظام الحكم القادم فيها أديمقراطي أم لا غاب عن أجندة المحادثات. وهذا الفشل الذريع في محادثات جنيف يكمن وراءه سببان: أولهما التخوف من هوية التيارات الإسلامية التي من الممكن أن تستلم حكم سوريا مستقبلاً، والسبب الثاني طبيعة العلاقة التي ستربط سوريا بالدول الغربية وروسيا، وهذا التشتت في تحديد هوية واضحة لعملية سياسية تفضي لمخرج من الأزمة السورية هو في مصلحة روسيا في الوقت الراهن، لأنها تمنحها إمكانية المساومة على سوريا مع الأطراف الغربية. أما بالنسبة للقرار المجمع عليه في مجلس الأمن فنص على العديد من النقاط، منها إدانة موجهة إلى جميع الأطراف لوقف العنف وحصار المدن، كما ينص على إدخال المساعدات. وهنا يجب الوقوف على الأسباب التي دعت روسيا للموافقة على القرار وعدم استخدام حق النقض الفيتو هذه المرة خلافا للمرات السابقة، وهي أن روسيا تتمكن أيضا من إرسال المساعدات. وعليه يبدو المشهد السوري مختلفا، فقرار الإدانة وإرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأطراف يوحي بمشهد سوري جديد، وكأن في سوريا قوتين متوازنتين تتصارعان وترتكبان انتهاكات إنسانية بحق المدنيين، وهو مشهد مغاير لحقيقة الواقع في سوريا. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى موقع هابرلار الإلكتروني الذي نشر تقريراً للأمم المتحدة عن اللاجئين السوريين. جاء فيه: رجحت الأمم المتحدة أن يصبح اللاجئون السوريون أكبر كتلة لاجئين في العالم مع استمرار نظام في قمع المدنيين وتشريدهم،
فيما تسعى الأمم المتحدة لتطبيق قرار مجلس الأمن حول إيصال المساعدات الإنسانية في سوريا. حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة من أن يحل السوريون محل الأفغان كأكبر عدد من اللاجئين في العالم نتيجة فرارهم من صراع تتمزق فيه الجثث بفعل البراميل المتفجرة ويعاني فيه جير من الأطفال نفسيا ومعنويا. وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعية العامة للمنظمة الدولية بأن المنظمة ستفعل كل ما هو ممكن لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر يوم السبت الماضي لدعم وصول المساعدات الإنسانية وتقديم المساعدة لملايين المحتاجين، وقال بأن الإمدادات جاهزة لتوصيلها إلى مناطق كان يصعب الوصول إليها وإلى بلدات ومدن تحت الحصار. ما نحتاجه هو ضمان المرور الآمن للإمدادات الإنسانية على الطرق الرئيسية، وأضاف من واجب الحكومة السورية وكل أطراف الصراع التوصل إلى هذه الاتفاق. وتقول الأمم المتحدة أن نحو 9.3 مليون سوري يحتاجون للمساعدة، وفر نحو 2.4 مليون من هؤلاء من البلاد خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو 3 أعوام. وقال أنطونيو غوتيريس رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة: كانت سوريا قبل 5 أعوام ثاني أكبر بلد يستضيف لاجئين في العالم. بات السوريون اليوم على وشك أن يحلوا محل الأفغان كأكبر عدد من اللاجئين في العالم. مضيفا: يحز في قلبي أن أرى هذا البلد الذي استضاف على مدى عقود لاجئين من دول أخرى يتمزق على هذا النحو ويجبر هو نفسه على المنفى. ويطالب قرار مجلس الأمن الذي أقر بالإجماع بدخول المساعدات إلى سوريا عبر الحدود وإنهاء استخدام الأسلحة مثل البراميل المتفجرة في المدن والبلدات، ويهدد بخطوات إضافية في حالة عدم الالتزام. لكن دبلوماسيين بالأمم المتحدة يرجحون أن ترفض روسيا حليفة سوريا أي إجراء في حالة عدم التزام حكومة دمشق بالقرار. وقالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام الجمعية العامة أن البراميل المتفجرة خلال الفترة بين 15 و28 من ديسمبر كانون الأول 2013 سقطت على 12 منطقة وانفجرت في أبنية سكنية وأسواق ومحطة للحافلات ومدرسة وبالقرب من مستشفيات. تسبب هذا في وقوع خسائر بشرية بطريقة وحشية. أواصل معكم مشاهدينا الكرام، وننتقل الآن إلى جريدة عنب بلدي، حيث كتبت جودي سلام مقالا بعنوان نساء ينتظمن من أجل التغيير في سوريا والبوسنة. قالت فيه: قامت رابطة نساء من أجل الحرية والسلام ومنظمة Women Organization for Change، وهي منظمة مجتمع مدني تعنى بقضايا المرأة، بدعوة وفدين من الناشطات في مجال حقوق الإنسان وقضايا المجتمع المدني، أحدهما من سوريا والآخر من البوسنة، وذلك لعقد مؤتمر مشترك حمل عنوان نساء ينتظمن من أجل التغيير في سوريا والبوسنة، حيث عقد المؤتمر في مدينة سراييفو البوسنية. وتناول المؤتمر مواضيع عدة على رأسها تجربة النساء البوسنيات خلال الحرب على البوسنة، وكيف يمكن للنساء السوريات الاستفادة من هذه التجربة في سوريا في عملية وقف النزاع وبناء السلام والمصالحة بعد النزاع، وكذلك عن دور المرأة في مفاوضات السلام. شاركت النساء البوسنيات تجربتهن الأليمة أثناء الحرب ودورهن الكبير في بناء السلام بعد ذلك، وكيف تمكن من صون مطالب النساء وحقوقهن أثناء الحرب وبعدها. أما الجانب السوري فقد شاركت 20 ناشطة سورية وناشطات أخريات في مجالات المجتمع المدني، قدمنا شرحا مفصلا عن الحرب الدائرة في بلادهن وعن معاناة المرأة السورية في ظل الثورة. وأعربت المشاركات السوريات عن رغبتهن بأن تحقق نساء سوريا السلام في سوريا. خلال المؤتمر التقت عنب بلدي بعض من الناشطات المشاركات اللواتي عبرن عن شعور بالأمل والتفاؤل بعد لقائهن بنساء مررن بنفس التجربة. وإثر زيارة مدينة سراييفو المليئة بقبور ضحايا الحرب والتي كانت تسمى المدينة الحزينة، إلا أنها الآن
فضج بالسكان والحياة من جديد. ولقي المؤتمر صدى إيجابيا بين المشاركات من الجانب السوري، إذ أوضحت إحدى المشاركات أن السوريات استفدن بشكل كبير من المؤتمر ومن التجربة البوسنية الشبيهة إلى حد بعيد بالتجربة السورية، ولم تكن اللقاءات مجرد تبادل لأثار الحروب المحفورة في القلوب. فيما أعربت ناشطة أخرى عرضها عن هذا المؤتمر، إذ أنه الأول الذي يجمعها بأشخاص يشعرون بآلامي ومعاناتي. تضمن المؤتمر العديد من النشاطات والفعاليات، كان منها لقاء بوسنيات من أمهات ضحايا الحرب وجولة في المدينة الحزينة وعرض أفلام هادفة. وانتهى المؤتمر بوداع الوفد البوسني الوفد السوري بعد أن كونت المشاركات علاقات طيبة مع بعضهن تهدف لتحسين وضع المرأة السورية حسب تعبير إحدى المشاركات. ننتقل الآن إلى مجلة شباب سوريا المستقبل، حيث كتبت شيماء البوطي مقالا بعنوان سراديب الجحيم. وكأنه عالم آخر، عالم من الظلام والجحيم يقبع بين الحياة والموت، ولعله أشد وطأة من الموت. تفصل بيننا وبينهم حواجز من حراس وأسوار وقضبان وجدران صماء. سمعنا كثيرا أنها مسكونة بظلمات ورائحة الدم، وأن جدرانها تحوي خارطة رهيبة رسمتها أكف بائسة تحاول أن تضرب الصمت باحثة عن النور أو عن حفنة هواء. وسمعنا أن بيننا وبينهم وجوها لكائنات بشرية لا تعرف الرحمة، وغرف تعذيب وسراديب وأقبية وصرخات تآلف معها المكان، تارة تمتزج برائحة الشوق والحنين، وتارة بالألم، وأخرى بالتوق لأن تعيش إنسانيتها التي حرمت منها. يطالعنا بين وقت وآخر اسم شهيد قضى هناك في عالم الجحيم، حيث لا يملك أحدنا قدرة إيزيس على اقتحام أهوال ذلك العالم كي تنقذ رجلها الذي تحب من سراديب الموت. تزدحم الأسئلة على شفاهنا، ترى كيف أمضى لحظاته الأخيرة؟ هل ظل يصرخ مناديا بالحرية؟ هل هزمه أعداؤه؟ هل تألم كثيرا؟ ترى كيف كان حاله عندما يعود من غرفة التعذيب؟ وبما كان يشعر وهو يرى وجوه زملائه باردة التعابير، فهم لا يجرؤون على التعاطف بعد لحظة اقتحم فيها السجان مهجعهم وملامحه تكتسي بأوصاف غير آدمية، التوحش وشهوة القتل والتلذذ السادي برائحة الدم والقيح وأصوات الوجع. بعد لحظة كهذه يعتري كل أحد يقبع في المهجع شعوره، اللهم نفسي نفسي، وأرجو ألا يقع اختيار السجان علي أنا. ترى كم افتقد ليد حانية من قلب محب تمسح جرحه أو تشد على يده في لحظاته الأخيرة وتقول له أثبت إنك على الحق. أسئلتنا الحيرة لعلها لا توصلنا لإدراك ما بعد ذلك. لا أحد منا يجرؤ على تخيل جسد مهدود من شدة الألم والتعذيب ألقي في دهاليز المعتقل وممراته كما تلقى أكياس البطاطا، أو يخطر في باله منظر طبيب أو من يسمى بالطبيب وهو يتفحص جسدا مغمى عليه كما يتفحص التاجر قطعة قماش رخيصة ليقول بوجه يخلو من المعالم لا زال فيه بقية تابعه. لا أحد يتصور مدى قبح أن يتحول الإنسان إلى رقم زنزانة كأنه فرد من قطيع لا يعلم متى يحين ذبحه، أو يتحول إلى كائن شبه حي غايته أن يعثر على شيء يؤكل أو أن تحال له حصة أخيه من الطعام الذي يوزع على أكثر من 40 نفرا وهو بالكاد يكفي لسبعة أشخاص، حتى لو كان ذلك على حساب خبر يصل إليه فقد مات فلان. أي قبح يعتري تلك الأرواح المعذبة عندما يصلهم خبر كهذا، فيشعر بعضهم أن ذرات أكثر من الطعام ستصل إليه من حصة زميله أو مساحة أكبر بقليل ستصبح من حقه يستطيع بها أن يمد قدميه قليلا. لكنه قبح مغتفر دون شك، فهو لا شيء أمام قبح أرواح السجانين. ربما تصورنا بعضا من هذه التفاصيل
وربما نفهم أن أحدا في موقع سلطة غاشمة يستطيع أن يعذب معتقلا ليحصل على بعض المعلومات، أما أن يعذب بشرا لمجرد التشفي، يتشفى منه قبل الموت وبعده، يمثل في جثته، ينتهك حرمة جسده حيا وميتا، يذيقه ألوان العذاب النفسي والبدني. لماذا؟ من أجل ماذا؟ 11,000 معتقل استشهد تحت التعذيب في المعتقلات الأسدية. هذا ما وصلنا موثقا بالصور والأدلة، وثمة كثيرون لم يصلنا عنهم شيء. ربما أذيبت أجسادهم بالمذيبات العضوية وأصبحوا أرواحا بلا أجساد تحهم في المكان. ربما عذبوا وما زالوا ينتظرون الموت. ترى أي حقد يسكن نفس السجان ليستطيع اقتراف ذلك؟ وأي جبروت وتحد للإله مكن نظام الأسد من تصنيع هؤلاء الوحوش البشرية؟ المشهد الذي أطلعتنا عليه الصدفة، الصدفة وحدها هي التي أيقظت وازعا من ضمير في نفس موظف التوثيق المنشق لينشق بعد توثيق 11,000 من حالات الموت تحت التعذيب بصور يندى لها جبين الإنسانية، يجعل أمانتنا ومسؤوليتنا أكبر تجاه معتقلينا، يجعل أرواح من قضوا تحت التعذيب تسكن كل مكان لتنادينا بالثأر، يجعل إسقاط أقبح نظام وأبعد نظام عن الإنسانية الذي تحكم بخير بلاد الأرض أكثر من 40 سنة، يجعل إسقاطه واجبا إنسانيا لا يخص السوريين فحسب، بل هو واجب على كل إنسان على وجه الأرض. أيها العالم الصامت، متى ستخرج عن صمتك؟ وإن كنتم أيها البشر عاجزين عن الفعل الحقيقي الذي يرضي ضمائركم، فأود أن أخبركم أن الثورة السورية كانت خيارا صائبا مهما كان الطريق صعبا وشائكا، وأن أحرار سوريا مضون في طريقهم حتى النهاية. أواصل معكم حديث الصحافة، وننتقل الآن إلى جريدة عين بلدي، حيث كتب بهاء زيادة مقالا بعنوان السوريون لا يفوتون حدث الثورة الأوكرانية ويتناولونه بروح السخرية الجادة. أنشأ ناشطون سوريون صفحة تهكمية على الفيسبوك باسم وجه نصيحة إلى ثوار أوكرانيا، وأخذ المشتركون في الصفحة يوجهون نصائح من تجاربهم مع الثورة السورية، اشتملت على تعليقات ساخرة في ظاهرها جادة في مضمونها، فيها ما يسخر من ممارسات النظام السوري ورموزه والمعارضة الخارجية والجيش الحر والمتسلقين على الثورة والمجتمع الدولي، كما تناولت الشعارات التي رفعها السوريون في المظاهرات السلمية وألقت الضوء على معاناتهم في بلدان اللجوء، فلم ينجو أي شيء يتعلق بالثورة السورية قرب أم بعد من السخرية، وقام الفيسبوكيون بإسقاطه على الواقع الأوكراني. ومن أبرز التعليقات التي نشرت على الصفحة ومقارنتها بالواقع السوري، يعلق أحدهم على خذلان الثورة السورية من الشعوب والحكومات العربية والغربية. لا تستنوا شيء من سكان كوكب الأرض، واطلعوا على زحل لتنحل أزمتكم. وعلى الصعيد العسكري نصح أحدهم، افتحوا جبهة كييف قبل كل شيء، وذلك على غرار جبهة الساحل. وفي جملة النصائح الساخرة الجادة نشر آخر، انسوا كل شيء ضابط شق طلع برا الحدود، انسوا كل الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق الأوكرانية، لا تمدحوا أي واحد مشان ما يكبر راسه، مشيرا إلى الزعماء الذين صنعتهم الثورة بفضل تمجيد الشعب لهم. ويسخر مشاركون من اجتماعات أصدقاء سوريا التي لم تزد الوضع السوري إلا تأزما، وحدا يضحك عليكم بحجة أصدقاء الشعب الأوكراني. ولم تخلو الصفحة من المنشورات التي تناولت معاناة الشعب السوري في بلاد اللجوء، اشتروا كرفانات من هلأ مشان ما تعيشوا بخيم، في إشارة إلى وضع المخيمات السيء في المناطق المجاورة لسوريا. ونوه أحدهم إلى المعاملة السيئة لدولة الأردن مع اللاجئين السوريين، انزحوا على إسرائيل ولا تنزحوا على الأردن. وفي نصيحة مستقبلية للأوكرانيين نشر أحدهم، جهزوا جوازات السفر من هلأ وجمعوا كل شهاداتكم وورقكم الثبوتية، بلفتة منه إلى وضع السوريين الذين اضطرتهم الأوضاع إلى السفر وصعوبة الحصول على جواز السفر والأوراق الثبوتية. طلاب الجامعة طلعوا كشف علامات قبل ما تسافروا لأنه بيلزم لتكملوا برا.
وكانت أقوال كبارية الشعب السوري لها نصيبها من المنشورات التي كانت تخوف من بطش النظام وقوته وتثبط من عزيمة الثوار. نظام صار له 50 سنة، طالعين 50 ولد بدكم تسقطوا؟ واتهمت المنشورات الإعلام الأوكراني بالعمالة للنظام الأوكراني، كما هو الحال بالنسبة للإعلام السوري. دوروا على تردد قناة الجزيرة عن نايل سات، ولا تتفرجوا على القناة الأوكرانية الرسمية، قناة الدنيا الأوكرانية. اكتشاف نفق يربط العاصمة الأوكرانية كييف مع مدينة حمص السورية كان يستخدم لنقل السلاح والإرهابيين لأوكرانيا. أوكرانيا بخير والأزمة خلصت، الإعلام الأوكراني. وتهكم أحدهم بأن دول الخليج ستفتح أبوابها للاجئات الأوكرانيات المعروفات بجمالهن بعد أن كانت أغلقتها في وجه اللاجئين السوريين. دول الخليج العربي تعلن فتح أبواب الهجرة للشقيقات الأوكرانيات عن طريق التوجه مباشرة بلا فيزا بلا بطيخ. ونصح أحدهم ثوار أوكرانيا ألا يقبلوا نصيحة السوريين نظرا لما آلت إليه ثورتهم. معوا مني أهم نصيحة، إذا أجا ثوار من سوريا ينصحكم أوكم تردوا عليهم، لو كانوا شاطرين كانوا خلصوا ثورتهم. ولبيت بشار الجعفري دمشق يا كنز أحلامي في أروقة مجلس الأمن نسخة أوكرانية لم تغب عن بال المشتركين بالصفحة. كييف يا كنز أحلامي ومن رواحتي، أشكو سلافينية أم أشكو لك الأوكرانو؟ الله أوكرانيا حرية وبس، أوكرانيا الله حاميها، أوكرانيا داريا معك للموت. بهذا المقال ننتهي مشاهدينا الكرام من جولتنا في حديث الصحافة هذا اليوم. ألقاكم بعد غد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.